بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه بنتكلم عن الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيأمرنا في القرآن الكريم بتعظيم النبي، قال لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه. التعزير هو التعظيم والاحترام، والتوقير هو التأدب مع جنابه الشريف. أنا بزعل جداً لما ألاقي واحد يقول إيه محمد، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه في سوء أدب مع النبي. ده رب العزة في القرآن الكريم ما نداش على النبي ولا مرة باسمه مجرداً، يقول له يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يقول له محمد رسول الله، ينسب إليه الرسالة، ما قالوش مرة يا محمد. نادى على كل الأنبياء بأسمائهم، يا موسى، يا عيسى، يا نوح، يا إبراهيم، يا داود. إنما عند سيدنا النبي يقول له يا أيها النبي، يا أيها الرسول. أغر عليه من النبوة خاتم من الله بالنور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ربنا اشتق لسيدنا النبي اسم من أسمائه، الله هو المحمود، وسيدنا محمد أحمد وحامد ومحمود ومحمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي ربنا بيقول لنا في القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. مش زي ما بتنادي على صاحبك أو على صاحبتك تقول يا محمد، أبدا، قول يا سيدي، يا رسول الله، يا حبيب الله. حتى لما تروح تزور سيدنا النبي، ربنا يرزقنا وإياكم الزيارة، يلازم الإنسان يكون متأدب عند مقامه الشريف، لا يرفع صوته، لا يطيل النظر في مقامه الشريف. سلم على النبي بأدب، سلم على النبي بخشوع وخضوع واحترام، واعلم أنه يرد عليك السلام. سلم عليه وتأدب في مدينته المنورة. ده الإمام مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته خرج بعيد عن المسجد النبوي في مكان بعيد ويقضي حاجته فيه، وكان لا يمشي في المدينة منتعلاً، كانش يلبس نعال في المدينة، تأدباً مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، حب وأدب وصول بلا تعب. وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، بالأدب تنال الرتب. عايز تصل لأعلى الدرجات وأعلى الرتب وتكون في جوار سيدنا النبي يوم القيامة، عليك بالأدب مع جنابه الشريف. تأدب مع رسول الله، خاطبه بأدب، صل عليه صلى الله عليه وسلم باشتياق، وتمنى دائما وأبدا أن يأذن الله لروحك أن تجتمع بروح رسول الله، ما كان صلى الله عليه وسلم عن أحبابه متحجبا. سيدنا النبي بيحبنا؟ نعم بيحبنا، ونحن نحبه ونجله ونوقره ونحترمه، لأن هذا من الإيمان. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ما بالكم بإمام الأئمة، ما بالكم بخير الخلق أجمعين، ما بالكم بخاتم الأنبياء والمرسلين. لزم علينا أن نتأدب معه وأن نحترمه، لأن الأدب معه يرفع الدرجات ويجعلنا معه في أعلى الجنات. اللهم ارزقنا الأدب مع رسول الله، اللهم ارزقنا الأدب مع رسول الله، اللهم اجعلنا من الموقرين لسيدنا رسول الله، اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنته ومن السائرين على نهجه وهديه وطريقته. احشرنا معه وتحت لوائه مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم خلقنا بأخلاقه، وخلقنا بأخلاق أصحابه وآله الذين كانوا في الخلق العظيم على مثاله. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما. ألتقيكم على خير
وفي خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.